وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الملاحظات اللي كنسجلوا هو اننا حنا كنتقدموا بواحد العدد ديال الشكايات لان كنعتبروا ان الشكايات هي اليه من اليات مناهضه الفساد. تقدمنا واحد العديد ديال الشكايات، مع الاسف النيابات العامه مازال كتعامل مع هذه المساله، او بمعنى اخر كاين بطء ديال الزمن القضائي، كاين بطء ديال الزمن، لان التفاعل يمكن التبرير اللي كيعطيوه النيابات العامه كيقول انها مواضيع شائكه وكتطلب واحد البحث وواحد المجهود، ولكن احنا نقول بانه الا كانت تسرع الابحاث وهاد الناس خداو الجزاء ديالهم، ناهب المال العام خداو الجزاء ديالهم، غادي يعطيو واحد الصوره مشرفه على الوطن، وغتكون عبره لهذوك الناس اللي باش في مره قادمه ما يفكرش الانسان يمد يده للمال العام. وكنطالبوا باش العقوبه تكون في مستوى هاد الجرائم ديال النهب العام ولمن تجري حتى من الحقوق الوطنيه ديال هاد الناس ديال النهب العام. وكنا حنا سباقين، دعينا درنا ندوات، درنا وقفات جهويه، وجهنا رسائل كنطلبوا الاحزاب السياسيه باش ما يرشحوش الناس الفاسدين. طبيعه الحال تخليق الحياه العامه بصفه عامه الهدف ديالو هو خلق شروط المنافسه ما بين الفاعلين سواء في مجال الاقتصاد والاجتماعي، وكذلك خرق نوع من المساواه والمنافسه الشريفه بين الفاعلين في المجال السياسي. كيفاش كتقيموا التفاعل ديال النيابه العامه مع قضايا النهب العام؟ من طبيعه الحال هناك ليس فقط النيابه العامه، هناك العديد من المتدخلين والعديد من المؤسسات التي لها او اعطاها النص القانوني واعطاها الدستور واعطاها الوفاق الدوليه امكانيات العمل على حمايه او تخليق الحياه العامه بصفه عامه وحمايه المال العام. الاكيد ان النيابه العامه تتحرك انطلاقا من الشكايات وانطلاقا من بعد علمها او الوصول اليها ان هناك خرق للنصوص القانونيه المنظمه لهذا المجال. فربما اذا ما اخذنا بعين الاعتبار هذا المتدخلين العديدين في هذا الميدان، نجد بان ربما النيابه العامه هي متدخل بين المتدخلين الاخرين، لان نعرف بان هناك المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، وهناك الهيئه الوطنيه للوقايه من الرشوه، والعديد من الفاعلين الاخرين اللي عندهم علاقه بحمايه المال العام. بكل صراحة لا يمكن أن نجامل المجتمع أو أي أحد بأن شروط حماية المال العام لم تتوفر، لأنه ليس هناك يعني قرار أو نية لدى الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية من أجل حماية المال العام، خاصة وأن الذين يتحملون المسؤولية الآن هما من الناس الذين لا يحمون لا يقومون بحماية المال العام، لأنهم هما يقومون بتدبير المال العام ويقومون بصرف المال العام بدون شروط التي توفر الهناء والاطمئنان والسلام والأمن لدى المواطن المغربي كيفما كان مستواه كيفما كان في أي درجة من درجات الحياة. لذلك كنلقاو بأنه تصرف أموال كثيرة جدا في مشروع الذي هو ليست فيه فائدة، بدون فائدة، وعند تقييم ذاك المشروع تجد بأنه ليس عنده انعكاسات إيجابية على الساكنة، تجد أنه عنده انعكاسات سلبية على 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 المواطنين. وهناك مشاريع كثيرة جدا اللي وقفنا عليها واللي صرفها أموال ملايير كثيرة، ولكنها في نهاية المطاف أصبحت مشاريع في خبر كان، ولم تستفد منها الساكنة ولا المواطن ولا المغاربة كافة. والحكومة الجديدة ليس من أولوياتها مكافحة الفساد، فإن وزيرها في العدل يلوح لحذف أهم المواد التي يتضمنها مشروع قانون الجنائي، وهو الإطراء، وهو الجريمة، الإطراء غير المشروع، كما أن قانون المالية خالي من أي إجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والربا. لنتساءل أليس هذا هو التطبيع مع الفساد؟